حالة كاف عبد الحميد تعرض منذ 7 سنوات إلى حادث سير عرضه إلى مشكلة على مستوى الفخذ، وهو الآن يطالب بأن يجري عملية جراحية قيمتها 80 مليون سنتيم متمثلة في داعمة اصطناعية. ننتظر دعمكم من خلال العناوين التي تظهر أسفل الشاشة. نتابع هذا التقرير للزميلة هدى جودي ثم نعود. إلى ولاية الأغواط المضيافة، وبالضبط بحي 600 مسكن وسط مدينة الأغواط، زار فريق البرنامج عائلة كاف لينقل مأساة الشاب عبد الحميد، مأساة حقيقية امتدت لتشمل كل أفراد العائلة لما يعيشه عبد الحميد من معاناة يومية. منذ 7 سنوات تقريباً كان عبد الحميد على موعد مع القدر حين تعرض لحادث مرور أليم كان منعطفاً حاسماً في حياته، بدد أحلامه وأجل مشاريعه. تعرضت لحادث مرور في سنة 2014 على مستوى طريق المدية من شكاو، ودرت العملية ثم، وكي صرني هذا المشكل درت العملية ثم رجعت هنا يا الأغواط. خضع عبد الحميد لعدة عمليات جراحية، كانت مستشفيات الجلفاء المدية والأغواط مسرحاً لها، لكن أمله في الشفاء كان يتبدد في كل مرة نتيجة الأخطاء الطبية وعدم نجاح عملية تركيب الدعامة الاصطناعية، الأمر الذي عمق من معاناته النفسية. كي تكسرت رحت درت فيزيت، ما كانش لي معناها، ما داروليش عملية ثم قعدت 17 يوم، بعد رحت للعيادة خاصة ودرتها. كي درتها قعدت بالعملية هذه تاع اللي درتها في العيادة الخاصة قعدت عامين، عاود نفس المشكل ما نجحتش، عاود تكسر الحديد ودار لي مشكل في العظم، ما خلاش العظم يجبر. عاودت العملية تاعي في 2016 عاودتها في هنا في المستشفى بن عجيلة، عاودتها في المستشفى بن عجيلة وما نجحتش ثاني، باسكو لاماتيار اللي داروها لي ماهيش مطابقة للمواصفات العالمية، تكسر الحديد في وسط العظم، هو اللي سبب لي ضرر، معناها الضرر التالي هذا هو اللي ضعف لي كاع، ضعف لي في المرض، معناها شكون عاش الواحد ما يمشيش دائما نستروا منه، وهو العظم الحديد كسر لي العظم. يحاول عبد الحميد تناسي ما يحدث له بمزاولة حرفة تصليح الهواتف والأجهزة الإلكترونية، متنفسه الوحيد الصلاة والذكر وترتيل القرآن الكريم، إيمانا منه بقضاء الله وقدره.
والدتي يا رب يحفظهم ان شاء الله. عبد الحميد اليوم بحاجة لعملية جراحية على الفخذ قيمتها 80 مليون سنتيم، يناشد المحسنين مساعدته وتخليصه من عذابه. الحل بعد 9 أشهر من الكسر هذا اللي تكسرت فيه راني قاعد، دلوني ناس خير أخرين داروا عمليات جراحية في الجزائر على مستوى الجزائر، بالضبط منطقة بومرداس، ولاية بومرداس في 14، دلوني على واحد طبيب ثم الله يبارك، رحت له وقال لي انا ان شاء الله بربي تعود تمشي على كرعاك، وسقامت لي قال لي تسقام لك 60 مليون، ماذا بيا يعاونوني انا الا كان يعاونوني الحمد لله، ان شاء الله بربي يعاونونا ناس الخير، وانا نطلب من ناس الخير اللي يحبوا يعاونوني كثر خيرهم، وحصه وافعلوا الخير كثر خيرهم راه جاونا، واني نعاني في صمت وخلاص، هذه هي الحمد لله يا رب. هي صرخة شاب ووالدته، يداهما ممدودتان بالخير إليكم يا أهل العطاء، فهل من قلوب رحيمة تستجيب؟